إن شاء الله. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السعادة والبسملة فيها يعني خلاف للقراء. الحمد لله رب العالمين. كل القراء إلا يعقوب يقرؤون الحمد لله رب العالمين، وأما يعقوب فيقرأ بهاء السكت. الحمد لله رب العالمين. أيوة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم باتفاق القراء. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يقرأ مالك بحذف الألف. كل القراء إلا عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العشر. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت لا تقرأ يعني رحيم سوسي؟ نعم، هذا ليس للسوسي، من الطيبة، هذا أبو عمرو البصري الرحيم ملك. أبو عمرو البصري كله بخلافه بخلفي، أما في الشاطبية فالسوسي. كذلك بالإدغام يعقوب الحضرمي، ولكن إذا قرأ يعقوب بالإدغام لا يأتي له على الإدغام هاء السكت، ممتنعة هاء السكت للإمام يعقوب. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا تريد نقرأ الرحيم ملك يوم الدين. أيوة. قلنا هذا لأبو عمرو البصري من الطيبة. أيوة. ويعقوب لكن لا يأتي له هاء السكت بخلف أبو عمرو يعني بخلافه. وأما في الشاطبية فالسوسي عن أبي عمرو البصري هو الذي يدغم هذا الإدغام، هذا يسمى الإدغام المتماثلين الكبير. أيوة. هذا في الشاطبية. أيوة. يدغمه السوسي، أما في الطيبة يدغمه أبو عمرو كله، يعني الدوري والسوسي كذلك يدغم يعقوب الحضرمي بخلف. أيوة. وأبو عمرو بخلفه. اهدنا الصراط المستقيم. كل القراء يقرؤون الصراط إلا قنبل على ابن كثير، وإلا حمزة الإمام حمزة، وإلا رويس عن يعقوب. الآن نعطف اهدنا الصراط المستقيم، نعطف عليه قنبل عن ابن كثير. اهدنا الصراط المستقيم. هذا قنبل أخذ معه رويس عن يعقوب الحضرمي بالسين. ثم نعطف حمزة كله خلف وخلاد. اهدنا الصراط المستقيم. هذا إشمام الصاد صوت الزاي. اهدنا الصراط المستقيم. الموضع الأول لحمزة كله، أما الموضع الثاني صراط فهذا لخلف عن حمزة. أيوة. ولا يأتي عليه خلاد. خلاد صراط. أيوة. نعم. ثم نقرأ لقالون، نبدأ لقالون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الإمام قالون، قالون عن الإمام نافع قالون، ومعه كل القراء يقرؤون هكذا كما أنا قرأته. صراط بالصاد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله للإمام قالون، ومعه طبعا هذا قالون معه كل القراء إلا ابن كثير وإلا الإمام حمزة وإلا الإمام أبو جعفر وإلا الإمام يعقوب الحضرمي. أيوة. يقرؤون بأشياء أخرى. أيوة. نعم. الآن نقرأ بصلة ميم الجمع لقالون أيضا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قالون أخذ معه البزي عن ابن كثير، وأخذ معه الإمام أبو جعفر المدني بصلة ميم الجمع. الآن نقرأ للإمام خلاد عن حمزة عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الإمام خلاد عن حمزة. الآن نقرأ للإمام روح عن الإمام روح عن يعقوب، لأن روح يقرأ كحمزة في عليهم، أو الإمام يعقوب كله يقرأ عليهم. الآن نعطف روح، لا نعطف رويس عن يعقوب، نعطف روح لأننا ما زلنا نقرأ صراطة، وأما رويس فيقرأ بالسين صراطة. نقرأ الآن لروح. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من الطيبة. الآن نقرأ للإمام قنبل عن ابن كثير. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل قرأ صراط بالسين وعليهم بصلة ميم الجم. الآن نعطف عليه رويس عن يعقوب الحضرمي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع هاء السكت ويقرأ عليهم بضم الهاء. الآن نختم بخلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي. زراطة ويقرأ عليهم بضم الهاء. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا القراءات العشر الكبرى. آمين. القراءات العشر الكبرى في سورة الفاتحة. بارك الله فيك.